أهلا بكم في قناتكم قناة أبو اللوز. رحلتنا اليوم ممتعة عبر الزمن لاستكشاف تاريخ تطور الخرائط أنواعها والدور الكبير الذي لعبه العلماء المسلمون في هذا المجال. هل تساءلتم يوما كيف بدأت الخرائط وكيف تحولت من رسومات بسيطة إلى أدوات دقيقة ومعقدة، وما هي الإسهامات التي قدمها العلماء المسلمون لتطوير هذا العلم؟ تاريخ تطور الخرائط. بدأت الخرائط كرسومات بسيطة على الحجارة أو الطين في الحضارات القديمة مثل البلاد ما بين النهرين ومصر. هذه الرسومات كانت تستخدم لتحديد المواقع والمسارات، وكانت تعتمد على الخيال أكثر من الدقة العلمية. من أقدم الخرائط المعروفة هي خريطة بابليونية تعود إلى حوالي 600 قبل الميلاد، والتي كانت تصور العالم كقرص مسطح. تخيلوا كيف كان الناس ينظرون إلى العالم في ذلك الوقت. ثم جاءت الحضارة اليونانية والرومانية، حيث قدم العلماء مثل بطليموس إسهامات كبيرة في رسم الخرائط باستخدام الإحداثيات الجغرافية. بطليموس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي وضع أسسا علمية لرسم الخرائط في كتابه الجغرافية. أما الرومان فكانت خرائطهم تركز على الطرق والمسافات لأغراض عسكرية وإدارية، مثل خريطة طبوغرافية أنطونية التي كانت تستخدم لتخطيط الرحلات العسكرية. في أوروبا خلال العصور الوسطى كانت الخرائط تعتمد على التصورات الدينية أكثر من الدقة العلمية، من أشهرها خرائط جي أو التي كانت تصور العالم كدائرة مقسمة إلى ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع وجود القدس في المركز. هذه الخرائط كانت تعكس نظرة دينية للعالم أكثر من كونها أدوات علمية. أنواع الخرائط. تتنوع الخرائط حسب استخداماتها، ومن أنواعها 1. الخرائط الطبوغرافية التي تظهر المعالم الطبيعية مثل الجبال والأنهار. هذه الخرائط كانت تستخدم قديما للتخطيط العسكري والزراعي. 2. الخرائط السياسية التي تظهر الحدود بين الدول والمناطق الإدارية. هذه الخرائط تساعدنا اليوم في فهم التقسيمات الجغرافية للعالم. 3. الخرائط الفلكية التي تستخدم لرسم مواقع النجوم والكواكب. كانت هذه الخرائط تستخدم في الملاحة البحرية والتنبؤات الفلكية. 4. الخرائط الملاحية التي تستخدم في الإبحار وتحديد المسارات البحرية. هذه الخرائط كانت تعتبر أدوات حيوية للرحلات الاستكشافية. 5. الخرائط الموضوعية التي تركز على موضوع معين مثل المناخ أو الكثافة السكانية. هذه الخرائط تساعدنا في فهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية. دور العلماء المسلمين في تطور الخرائط. خلال العصر الذهبي للإسلام تطورت الخرائط بشكل كبير بفضل جهود العلماء المسلمين. أبرز هؤلاء العلماء وإسهاماتهم المذهلة: 1. الخوارزمي أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، الذي عاش في القرن التاسع الميلادي، يعتبر أحد أعظم العلماء في تاريخ الإسلام. أنشأ خريطة عالمية دقيقة في كتابه صورة الأرض، حيث استخدم الإحداثيات الجغرافية لرسم الخرائط. هذه الخريطة كانت أكثر دقة من أي خريطة أخرى في ذلك الوقت. 2. الإدريسي أبو عبد الله محمد الإدريسي، الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، أنشأ خريطة عالمية مفصلة في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. هذه الخريطة كانت تعتبر من أكثر الخرائط تقدما في العصور الوسطى، حيث جمعت بين المعرفة العلمية والوصف الدقيق للمناطق. 3. ابن حوقل أبو القاسم محمد بن حوقل، الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، ألف كتاب صورة الأرض الذي وصف فيه المناطق الجغرافية ورسم خرائط لها. كان مهتما بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي رسمها. 4. المقدسي أبو عبد الله المقدسي، الذي عاش في القرن العاشر الميلادي، ألف كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، الذي قدم وصفا مفصلا للأقاليم الإسلامية. كانت خرائطه تعكس دقة علمية كبيرة. 5. البيروني
أبو الريحان البيروني الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي قدم إسهامات كبيرة في حساب خطوط الطول والعرض مما ساهم في تحسين دقة الخرائط. كان عالما موسوعيا جمع بين الجغرافيا والفلك والرياضية. في النهاية لم يقتصر دور العلماء المسلمين على رسم الخرائط فقط، فقد طوروا أدوات مثل الإسترلاب والإسترلاب البحري مما ساعد في تحسين دقة الخرائط الملاحية. هذه الأدوات كانت تستخدم لقياس الزوايا وتحديد المواقع بدقة، كما سجل الرحالة مثل ابن بطوطة وسفن دقيقا للمناطق التي زاروها مما ساهم في تحسين الخرائط. ابن بطوطة الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي سافر عبر العالم الإسلامي وسجل ملاحظاته في كتابه تحفة النظار، ومن خلال دمج المعرفة القديمة مع إبداعاتهم الخاصة كانت خرائطهم أكثر دقة وتفصيلا من تلك التي كانت موجودة في أوروبا في العصور الوسطى، مما أثر لاحقا في النهضة الأوروبية وتطور العلوم الجغرافية الحديثة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المتميز، وشاركونا في التعليقات برأيكم حول دور العلماء المسلمين أو من نسيناها منهم في تطور العلوم. شكرا لمشاهدتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.